أعلنت مصادر قانونية أن رجل الأعمال والعالم المغربي عبد المجيد البيضاوي سجل في عداد المتوفيين. أما أنا بابا مازال عايش. أنا كنت قلم مرة ولد عمي باك. أنا براسي كنت مازال صغير، كيف بغيتي نعقل؟ كانت عندي 9 سنين. عرفني يا اخويا امشي فين صافي درتي لاباس. هذه راه الساعه للسفر عبر الزمن. الماكينه ديالك هي اللي غتخلينا نحكموا العالم الا بغينا. الا بغيتي تدوزي عندهم خاصني ندوز في المسبح.